ما هي أول صلاة التي فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أول صلاة التي فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نسيتيها؟ والله غير نسيتها. ما اسم أول صلاة التي فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ خرب علينا على بالي، قلت لنا أستاذة. وشنو هي؟ قالت صلاة. نسيتها. صلاة الفجر. ما هي أول صلاة التي فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صلاة اللي فرضت على الرسول. جمعة، صلاة جمعة. ما هي صلاة التي فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما هي أول صلاة؟ أول صلاة. نورمال ما. نورمال صلاة العصر. لا صلاة العصر لا. ما هي أول صلاة التي فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أول صلاة دارك ليدي. ما هي أول صلاة التي فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أول صلاة على ما أظن والله أعلم لما خيبتنيش الذاكرة تاعي صلاة الظهر. صلاة الظهر. الله يبارك.